التأمين والحراسة والوقاية لمنظومة الرئاسة في الخدمات الخارجية أو في مقرات الإقامة. أنا أحب التميز، أحب التفوق، أحب الاحتراف في أداء المهمة. رجال يتسمون بالقوة، طبيعة مهامهم تعكس مدى قدرتهم العالية. حين تنظر إليهم تتيقن أنهم حاجز لا يمكن اختراقه. هؤلاء الرجال قلوبهم على أكفهم، فهم يحملون أسمى وأغلى أمانة: تأمين وحراسة، رمز مصر. قوات الحرس الجمهوري تشكيل تعبوي أوكلت إليه مهام خاصة لتأمين وحراسة النظام الجمهوري، كتأمين أهداف الزيارات الميدانية داخل محافظات الجمهورية المختلفة، وتأمين التحرك إلى الأهداف بواسطة عناصر الركاب، علاوة على تأمين كافة أهداف المسؤولية من القصور الرئاسية، الاستراحات الرئاسية، مقرات الإقامة، المطارات والمهابط المستخدمة لإقلاع وهبوط الطائرات الرئاسية، وما يتبع ذلك من تأمين ضيوف الدولة من الملوك والرؤساء والأمراء وأولياء العهد، بدءا من تأمين مطارات الوصول والمغادرة وتوفير الحراسة المباشرة لضيوف الدولة، وتأمين تحركاتهم بتشكيلات الركاب، وتأمين مقرات الإقامة بالقصور الرئاسية أو بفنادق الإقامة. تنفيذ كافة المهام المراسمية الخاصة بمنظومة العمل برئاسة الجمهورية، وللوصول إلى الكفاءة القتالية العالية لتنفيذ المهام المنوطة لقوات الحرس الجمهوري بشكل محترف وموقوت، استلزم ذلك العمل على محورين رئيسيين. المحور الأول: إعداد الفرد المقاتل بدنيا وذهنيا من خلال بذل أقصى الجهد في التدريب الجاد والمستمر للفرد المقاتل لصقل مهارته في استخدام الأسلحة والمعدات والارتقاء بمستوى اللياقة البدنية. المحور الثاني: رفع مستوى الوعي الأمني والثقافي مع التركيز على غرس قيم الولاء والانتماء للوطن. من هنا وضعت قيادة قوات الحرس الجمهوري تدريب الفرد المقاتل في أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية في بناء عناصر الكفاءة القتالية. فكان الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لتصبح غريزة أساسية يؤديها الفرد من تلقاء نفسه لإكسابه القوة والمرونة والتحمل، بدءا من تمرينات الإحماء الجسدي وطوابير اختراق الضاحية، انتهاءا بالتمارين الغير نمطية لزيادة القدرة على إظهار أقصى درجات التحمل والقدرة على تنفيذ المهام تحت تأثير عوامل الإجهاد البدني. كل فرد يبذل أقصى ما عنده. ولخلق روح التنافس بين القوات للارتقاء بمستوى اللياقة البدنية، يتم تنفيذ المسابقات الداخلية بين الوحدات بصفة دورية كإطار حقيقي للوقوف على المستوى الفعلي وكحافز لرفع مستوى الأفراد. وقد حرصت قيادة قوات الحرس الجمهوري على تنفيذ برامج تدريب القوات بما يتماشى مع طبيعة المهام المكلفين بها، فجاء التركيز على موضوعات الرماية باهتمام كبير، حيث يتم تنفيذ الرماية الفعلية من خلال تمارين متطورة من حيث الوضع والزمن وهدف الاشتباك، بما يخدم طبيعة المهام كمهارة أساسية لمقاتلي الحرس الجمهوري طبقا لطبيعة المهام المكلفين بها. عناصر التأمين والحراسة:
عناصر تأمين الشخصيات الهامة وعناصر الركابات. ويأتي التركيز على موضوعات الفرد المقاتل للحرس الجمهوري والخاصة بأساليب التأمين لأهداف الزيارات الميدانية، وكذا تأمين الشخصيات الهامة بما يحقق التدريب الواقعي والمبادئة في رد الفعل واتخاذ القرارات، بدءا من تدريب عناصر التأمين الخارجي للهدف باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أهداف الزيارات المختلفة، وتدريب عناصر التأمين الداخلي على أعمال المراقبة والتعامل والاشتباك، وتدريب العناصر التخصصية لمجابهة الأعمال العدائية في ظل التطور التكنولوجي وتطور الأعمال العدائية، ومن خلال تدريب عناصر المفرقعات على أسلوب التفتيش للمنشآت والمترددين على المنافذ باستخدام الأجهزة والمعدات المتطورة. ويأتي تدريب عناصر الحرب الكيميائية على استخدام أجهزة الكشف الكيميائي والإشعاعي والبيئي لإجراء التأمين الكيميائي الشامل ولمجابهة التهديدات الإلكترونية. يتم تدريب عناصر الحرب الإلكترونية على استخدام عربات الإعاقة وأجهزة الإعاقة الفردية وكذا أجهزة كشف التنصت الحديثة. ولتحقيق السيطرة على عناصر التأمين يتم تدريب عناصر الإشارة على تحقيق التأمين الإشاري وتنظيم المواصلات المؤمنة. تدريب عناصر الركابات على تأمين تحركات الشخصيات الهامة وأساليب التأمين والحراسة لمجابهة المواقف المختلفة. وللارتقاء بمهارة عناصر الستر والإخلاء يتم تدريبهم على التسلق والنزول بالحبال لإكسابهم المهارة والجرأة والثقة بالنفس لتنفيذ المهام الخاصة بإخلاء الشخصيات الهامة. تدريب العناصر المراسمية لتنفيذ إجراءات الاصطفاف وأعمال الاستقبال والتشريفات المختلفة. تنفيذ رميات الأسلحة المختلفة بمعسكرات التدريب الخارجية، المشاة، المدرعات، المدفعية، والدفاع الجوي. ولتفعيل برامج التدريب على موضوعات التأمين والحراسة يتم عقد الدورات التدريبية بمدرسة الحرس الجمهوري للضباط وضباط الصف المعلمين بصفة مستمرة لتنمية المهارات التعليمية ونقل الخبرات والدروس المستفادة من الأحداث الجارية. عقد فرقة حماية الشخصيات الهامة بصفة دورية للضباط وضباط الصف للمشاركة في تأمين ضيوف الدولة أثناء الزيارات المختلفة داخل الجمهورية، وذلك من خلال التدريب على مبادئ وأساليب الحماية والتأمين. عقد فرقة الصاعقة الأساسية للأفراد المستجدين بمدرسة الصاعقة عقب انضمامهم إلى صفوف قوات الحرس الجمهوري لإكسابهم الجرأة والشجاعة والقدرة على تنفيذ مختلف المهام الصعبة من خلال تنفيذ طابور قفزة الثقة وتطعيم المعركة وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الاهتمام بالفرد المقاتل في كافة المجالات الثقافية والمعنوية للمساهمة في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتنمية روح الولاء والانتماء إلى الوطن لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية وتحدي الصعاب. انتوا بيقولكوا شباب مجندين على مدى على الأقل بيقعد سنة، سواء كان في مركز التدريب او في وحدات القوات المسلحه. لو احنا حاطين في دماغنا وفي برامجنا
وفي إرادتنا إن هذا الإنسان اللي جالي أي مكان مستوى التعليم اللي هو موجود فيه هو كنز مصر، كنز مصر اللي باخده وأسهر عليه وأبذل الجهد. وبالمناسبة اللي أنا بقول عليه ده والله لا يقل، لا يقل في تأثيره ودعمه للأمن القومي المصري عن تقديم الروح. فكان اهتمام القادة على كافة المستويات بتنمية الوعي الثقافي للأفراد من خلال عقد اللقاءات الدورية لتحليل الأحداث التي تمر بها المنطقة ومعرفة أهم المتغيرات على الساحتين المحلية والدولية لتوعية الأفراد بالأحداث الجارية وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يتم ترديدها عبر وسائل الإعلام المختلفة. كذلك يتم عقد اللقاءات الدينية بصفة مستمرة يحاضر بها كبار علماء الأزهر الشريف، وذلك لزيادة الوازع الديني وغرس قيم التسامح والتعايش المشترك وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تستغلها الجماعات المتطرفة في تجنيد الشباب وتخريب عقولهم، وكذا تعظيم دور الحراسة والتأمين والسهر على خدمة الوطن. ولإعداد الفرد المقاتل لتنفيذ المهام المكلف بها بحرفية وإتقان كان لابد من الاهتمام بكافة النواحي الإدارية، والتي شملت توفير الزي ومهمات الوقاية اللازمة لتنفيذ المهام المختلفة، والاهتمام بتطوير أماكن الإيواء، صالات الطعام لتوفير التأمين الإداري المناسب لكافة العناصر. كما يتم تقديم الرعاية الطبية للأفراد من خلال مستشفى الحرس وتزويدها بالأجهزة الحديثة. كما عملت قيادة قوات الحرس الجمهوري على توعية الأفراد بضرورة المشاركة في بناء عجلة التنمية بالدولة، فجاءت تجربة إنشاء نموذج للمزارع السمكية بطريقة الأكوابونيك، وهي طريقة للاستزراع السمكي والنباتي عن طريق علاقة تكافلية بين الاثنين، تغذي الأسماك النباتات وتنظف النباتات المياه من أجل الأسماك، فهو نظام حقلي متوازن ومستمر. فكان لتجربة المزارع السمكية دور واضح في إكساب العديد من أفراد الحرس الجمهوري خبرة عملية تمكنهم من المشاركة في تنفيذ المشروع عقب انتهاء مدة خدمتهم، بما يضمن لهم توفير فرصة عمل والمساهمة في تحسين سبل معيشتهم. وحرصا على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لاستغلال المجرى المائي لترعة النجايل بالاستراحة الرئاسية بالقناطر الخيرية، بدأ العمل على إعداد الدراسات اللازمة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث المائية لإنشاء مزرعة سمكية تحقق الاستغلال الأمثل للمجرى المائي. رجال الحرس الجمهوري نخبة منتقاة من أبناء مصر الشرفاء، التحقوا بالعسكرية المصرية ليحفظوا لمصر هيبتها وكرامتها. هؤلاء الرجال لا تغمض لهم عين، يعاهدون الله بأن يكونوا سواعد بناءة لمستقبل الوطن المشرق، وأن يبذلوا الغالي والنفيس مهما كانت التحديات من أجل أمن وسلامة رمز مصر.